أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة خاصة لعشاق الحلويات الباردة. إحنا اليوم حنعمل بطيخة بشكل مختلف. حلو البطيخ عبارة عن بطيخة بالجيلي. خلينا نشوف مع بعض المكونات اللي حنحتاجها. جيلي البطيخة: 1 حب كبير بطيخ، 8 كوب ماء ساخن، 8 كوب ماء بارد، 8 باكت جيلي أحمر، 8 ملعقة كبيرة جيلاتين سادة. أعزائي، هحتاج بطيخة. هلأ لما أستعرض أنا الوصفة وتشوفوا النتيجة النهائية بتقدروا تختاروا حجم البطيخة المناسب لهذه الوصفة. ممكن بطيخة بهذا الشكل، وبتقدروا تعملوها بطيخة مدورة. هقدم لكم بعض الأفكار اللي تخلي هالوصفة بسيطة وسهلة. هحتاج كمية من الجيلي الأحمر وكمية من الجيلي الأبيض، وحنشوف هلأ كيف نقدر نحدد المعايير وقديش محتاجين من الجيلي. الجيلي والجيلاتين حخليهم على جنب، وابتدي اعزائي اجهز البطيخه. سامع الاذان؟ بغسل البطيخة كويس في الأول، أنشفها، أحطها على كاتينج بورد، وححتاج سكين أقطع البطيخة بالعرض. أحاول قدر الإمكان يكونوا نصين متساويين. يبقى هيك عنا البطيخة نصين متساويين. وححتاج هلأ طبق، وأي معلقة أو أي أداة ممكن تستعملوها لتفريغ لب البطيخ. أنا حفرغ اللب بهذه الطريقة. ممكن أقطعه في الأول كده إذا حبيته. بتصير أصغر قطع البطيخ، ونبتدي نفرغ اللب بهالشكل. طبعا هاي الوصفة كتير بتبقى ممتعة للأطفال إذا حبوا يتفرجوا، بس مش حيعرفوا يساعدوكم لأنه ما فيهاش شغل للأطفال، بس هي فكرة تجهيز البطيخ حيكونوا كتير مبسوطين. بحاول قدر الإمكان أعزائي أشيل الجزء الأحمر، بس ما أشيله 100%، يعني يضل عندي اللون الأحمر شوي. نتخلص من كل داخل البطيخة. هلأ بدي أملى البطيخة بالجلي. هون حيخطر على بالي السؤال، كيف ممكن نحدد الكميات؟ ممكن البطيخة اللي عندكم صغيرة أو كبيرة، مش شرط تقدروا تحصلوا على نفس المقاس، فحاعطيكم فكرة كتير عملية. حعبي البطيخة بالمي ونعير قديش أخذت مي، وبعد هيك نحدد كمية الجيلي اللي إحنا عايزينها. فممكن ببساطة حعبيها بالمي. في مكيال الكوب حبتدي أصب المي. وبقدر هيك أحدد عندي أخذت 4 كوب. هوني ببتدي أضبط عياراتي وأشوف قديش محتاجة من الجلي. هالمي مش هحتاجها، خليها على جنب. يبقى إحنا حنحتاج 4 كوب من المي. ونقول الحسبة: 4 كوب من المي، كل كوب حيحتاج ظرف من الجيلو الأحمر وملعقة كبيرة من الجيلاتين السادة.
يبقى حنجهز أعزائي المشاهدين، مدام إحنا عنا 4 كوب هحتاج 2 كوب مي مغلية سخنة و 2 كوب مي باردة. هنعير هلا 2 كوب، يبقى أعزائي هحتاج 2 كوب من الماء الساخن، وهحتاج 2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين السادة، و2 ظرف من الجلو. هاي ظرف والظرف. أنا عم بستعمل باكيت الجلو الصغير اللي هو 85 جرام عشان برضو تكونوا متأكدين من العيارات اللي عندكم، وبضيف كمان 2 ظرف من الجيلي وكمان 2 معلقة من الجيلاتين. هالمكونات أعزائي ببتدي أسخنها، مع التقليب لغاية ما أتأكد إنه الجيلي داب عندي على الآخر. خلي لثواني بسيطة وأبتدي أعزائي أجهز هلأ البطيخة. هنحتاج ندخلها التلاجة، فلابد إني أأمنها على أي وعاء موجود عندي. لاحظوا هلأ البطيخة لما تكون بهذا الشكل، حطيتها أنا هيك مايلة، ما فيني أقدر أخليها بالتلاجة بهذه الطريقة، فأنا بدي أحطها، أحاول أشوف أي وعاء موجود عندي صينية بحيث أني أأمنها تكون مستوية بهالطريقة. وحنحتاج 2 كوب من الماء البارد أو في درجة الحرارة العادية، حضيفه إلى الجلي، حبتدي أعزائي هلأ أوزع أو أصب هذا الجلي في داخل البطيخة بحرص شديد. هلأ البطيخة جاهزة إنها تدخل الثلاجة، بس خلوني أعمل خطوة كتير مهمة. قدر الإمكان نحاول شوي نشيل الرغوة اللي عم تكون على سطح الجلي قدر الإمكان. البطيخة لازم تدخل التلاجة عدة ساعات، ممكن نعملها قبل بليلة، ممكن قبل بيوم، أو حتى لو يومين خليتوها بالتلاجة ما بصير لها شيء. كل ما تلجت أكثر كل ما تماسكت أكثر. ونشوف طريقة التقديم. البطيخ عندي أصبح جاهز متماسك، خليته بالثلاجة عدة ساعات، بنلاحظ كيف الجيلي كتير عندي متماسك. هحطه على كاتينج بورد وأبتدي التقطيع. يفضل أني أستعمل سكين تبقى كبيرة شوي، وأنا بقطع أحاول أتأكد أنه طرف السكين دخل إلى نهاية القشرة في القاع. أتأكد شوي شوي إنه بدأ وصل للقاع تماما. نقطع واحدة كمان. هلأ ممكن أقطع هذا النص إلى 3 أجزاء أو نصين حسب ما أنتم بتحبوا. ممكن أخليه مايل بهذه الطريقة وأقطعها إلى 3 أجزاء.
يبقى أعزائي البطيخ عندي حيبقى بهذا الشكل، لون جميل وشفاف، وعلى طول طبعا على طبق التقديم بالشكل هذا. أعزائي المشاهدين، البطيخ جاهز للتقديم مباشرة وهو متلج. أرجو أن الوصفة تكون عجبتكم وتحبوا تجربوها، بتلاقوها موجودة على موقع منال أونلاين.